السلام عليكم، قاعدين هنا، ده البرنامج بتاعي هيبدا. تعال. انه حقا مشروب غريب. عملوا الأبرصة، ولاد الأبرصة عايزين يصدروه. إذا شربته ساخنا يقوم بخفض ضغط الدم، أما إذا شربته باردا فإنه يقوم برفع ضغط الدم. لا 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 يا راجل، والكلام يتعيب. أو العكس، لسنا متأكدين من هذا المشروب السحري بعد. ومعنا اتصال من الحجة، نقول ألو. أبو أحمد. لا، جوز الحجة. أول لازم تعرف أن أعراض ارتفاع ضغط الدم مشابهة جداً لأعراض انخفاض ضغط الدم، الاتنين فيهم دوار ودوخة وزغلالة وقلة التركيز، فعشان تفرق بينهم لازم تستشير طبيب مختص بغض النظر عن مسماه، سواء بتقول عليه كركديه ولا كركريه ولا عناب. فهو مشروب اشتهر بانه من ضمن العلاجات الشعبيه لضغط الدم اللي الناس بتستخدمها، فتلاقي دايما واحد كده ما تعرفش بيطلع منين، عتان وريحته منيله ب60 ميله، يجي يقول لك بص لو ضغطك واطي اشرب كركديه سخن، لو ضغطك عالي اشرب كركديه بارد. فهل الكلام ده حقيقي؟ مش عارف، انا قلبي ما مطمن لك شيء، حاسك بتفتي طب البديل والمبديل. خليني اقول لك ان اللي قالك كده ضحك عليه، اصل تخيل لو شربت نص كوبايه سخن وشربت نصها التاني بارد، ضغطك هيتصرف ازاي يعني؟ من اوائل الناس اللي استخدموا مشروب الكركديه كانوا المصريين القدماء، وكانوا بيعتقدوا ان الظهور بتاعته ليها علاقه بالشهوه الجنسيه. ايه ده؟ وانتشر الكركديه في افريقيا من وقتها على انه مشروب صحي او دوائي. طب هل الكركديه اصلا ليه تاثير على الضغط؟ بغض النظر عن اعتقاد المصريين القدماء وان مفيش لحد دلوقتي دراسات بتاكد ده، بس اتضح ان ليه تاثير على ضغط الدم فعلا. في دراسه اتعملت في 2010 لانه شرب الكركديه بيؤدي لخفض ضغط الدم الطفيف جدا، واخد بالك، وبيقلل كمان من خطر زياده ضغط الدم للوقايه يعني، ده غير انه مشروب خالي من السعرات الحراريه. وفي دراسه في 2014 لقيت انه بيساعد على التخسيس وحرق الدهون، وفي دراسه تانية اتعملت في 2013 لقيت ان الزياده في شرب الكركديه ممكن تؤدي لمشاكل في الكبد والكلى. فخليك في المعقول يعني، وبلاش تصدق اي حاجه بتتقال او تسمعها من اي حد على القهوه، وتستخدمها كمعلومه طبيه مسلم بيها. والله دي اول مره في حياتي اسمعك تقول كلام منطقي، نظام لوجيك. المشكله اصلا فينا كمصريين. اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ، انك مش بتستخدمها كمعلومه مسلم بيها وبس، لا ده انت كمان بتنقلها لغيرك وبتاكد له عليها من غير ما تعرف ولا تتاكد. احنا ولا كلب. فنصيحة أخوية مني ليك، ما تصدقش حاجة غير لما تتأكد منها الأول، أو ريح نفسك واعمل زي واشرب شاي مثلا متجرب وتمام ما فيش منه مشاكل. ومتى بقى اعمل له عشان أنا تعبت. وقبل ما تخرج قول لنا في كومنت إيه هو مشروبك المفضل، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب على اليوتيوب. ده أنا شارب فودكا، العصير هيعلي معايا.